جريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرس بالجديدة. الاسم الحسين طاوس، المهم رئيس تعاونية أزلاق للخناجر. تعاونية أزلاق للخناجر موجودة في قلعة مقونة، تأسست هذه التعاونية هذه سنة 1983. عدد الصناع اللي يمارسوا داخل هذه التعاونية بالإضافة للأبناء ديالهم والمستخدمين ديالهم، العدد الإجمالي يبلغ 140 صانع. هذه الحرفة هذه معروفة بها منطقة أزلاق أو دوار أزلاق أو قرية أزلاق. هذه الحرفة هذه تعلمناها من الآباء ديالنا، هما يعني الآباء ديالنا هما حريفية بامتياز، صناع تقليديين مهارة منذ القدم، ورثنا عندهم هذه الحرفة هذه. غير أنه الآن تطورت الحرفة بشكل رائع، هناك عدد ديال الأنواع نتاع الخناجر، الحجم الكبير، الحجم الصغير، الحجم المتوسط. هذا كيعطي واحد إبداع أن الحريفية ولاو بدعوا، لأن الشباب تعاطوا لهذه الحرفة هذه. في الشباب بالعقلية نتاعو دخل تحسينات ودخل إبداعات على حسب المتطلبات نتاع الزبناء الحاليين. بالنسبة للخنجر له قيمة كبيرة بالنسبة للسكان المحليين نتاع دوار أزلاق ومنطقة قلعة مقونة بصفة عامة. فالخنجر أنه دائما يستعمل في مثلا في الأفراح كحفلات الزواج، حفلات الأعياد، كذلك يستعمل كهدايا من صديق للصديق نتاعو. جريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرس بالجديد.